بسم الله وعلى بركة الله، نستأنف جلساتنا العلمية، والأمر يتعلق بالجلسة العلمية الثانية إن شاء الله تعالى، والمعنونة بالتجديد والتقصيد في علوم القرآن والسنة النبوية. والآن إن شاء الله تعالى مع مداخلة أخرى للدكتور رشيد كهوس. دكتور رشيد كهوس هو أستاذ بكلية أصول الدين وحوار الحضارات بتطوان، ومنسق ماستر العلوم الإسلامية مناهج الاستمداد وآلية التجديد، عضو مجمع الفقه الإسلامي بالهند، عضو الجمعية الدولية للعلوم والثقافة بالسويد، رئيس تحرير مجلة المدونة الدولية، منسق فريق البحث في السنن الإلهية، من كتبه السنن الإلهية في السيرة النبوية، السياسة الشرعية من التأصيل إلى التجديد، القوامة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو محكم دولي وشارك في عدة فعاليات دولية ومحلية ولو عدة أبحاث محكم. موضوع مداخلة الدكتور رشيد كهوس تتمحور حول إسهامات المجددين في درس السيرة العطرة، دراسة نماذج وبيان ملامح المسلك البين للقراءة الواعية للسيرة الخالدة، فله الكلمة جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، وبعد، فجزيل الشكر وعظيم التقدير للجنة المنظمة لهذه ذا العرس الثقافي العلمي المتميز، والشكر موصول لإدارة الكلية ولكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الفعالية. لا أخفيكم أني لما سلكت الطريق إلى هنا في نصف يوم زائد ساعة اعترضتنا عقبات ثلوج في الطريق وبرد ومسافة طويلة، كنت أخاطب نفسي وأقول لن أعود إلى هنا أبدا، لكن لما وصلت إلى هذه المدينة يعني ورأيت هذه الوجوه الطيبة من المنظمين والمشاركين والحضور، وكذلك سحر هذه المدينة وأبوابها وأشجارها وبسيتينها وهواؤها النقي، ذاب الثلج وتدفأ البرد وتعلقت النفس بالعودة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. الآن يبدأ السيد الرئيس في احتساب الوقت. أقول في موضوع ملامح المسلك البين للقراءة التجديدية الواعية للسيرة النبوية الخالدة، إن الرسالة السيرة النبوية العطرة هي بلاغ الله الأخير لأهل الأرض، وميثاقه المنزل الذي يرسم المنهاج الصحيح لرحلة الإنسانية الكبرى، وهي الأنموذج والمثال والمرجعية والمعيار ودستور الحياة وديوان الحضارة الإنسانية الراقية في أبهى العصور وأزهاها، حيث يتجلى أثر الإسلام في الحياة البشرية التي أرسى قواعدها على التوحيد والعدل والكرامة والتسامح وسائر القيم الحضارية. ومن ثم فإن الحاجة تشتد اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى العناية بالسيرة العطرة وتجديد درسها وعرضها، ذلك بأن المنهج الذي سلكه المدونون الأوائل اختزل سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة العهد المدني منها في غزواته وسراياه وبعوثه، أي الجانب العسكري فقط، مع تقصير واضح في الأبعاد المقاصدية والاجتماعية والأسرية والروحية والقيمية والخلقية والهدائية والمعاملاتية والعمرانية الحضارية والإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتشريعات والعلاقات الدولية وسياسة الأمم وغير ذلك، مع العلم أن ذلك الجانب العسكري الحربي لم يستغرق في مجموعه إلا أشهر متعددة، فضلا عن أن هذا الجانب لا يرصد كل وجوه الحركة النبوية في هذه المغازي، فأين هو أزيد من عقدين من الزمن من عصر النبوة؟ وأين بقية الحركة النبوية الضخمة الدائبة في الحياة؟ وهو ما يستدعي البحث في المادة العلمية الضخمة للسيرة العطرة في كتب الحديث وشروحه وكتب التفسير والتاريخ وطبقات الصحابة وكتب الشمائل والدلائل وغيرها، للوقوف على الجوانب المتعددة المهمة المرتبطة بالحياة وبناء الأسرة والأمة والحضارة وغير ذلك. وتأسيساً عليه جاءت هذه الدراسة لتبين معالم القراءة التجديدية الواعية للسيرة العطرة من خلال إسهامات المجددين فيها ومن خلال مناهجهم في الاستمداد، وذلك في مبحثين رئيسين، أولهما عن دعائم أو دعامات التجديد الدرس السيري
وثانيهما عن الأبعاد المقاصدية لتجديد درس السيرة النبوية. أولاً، دعائم تجديد درس السيرة النبوية. إن الكلام عن التجديد في عرض السيرة العطرة وقراءتها وفهمها يقتضي بالضرورة تأملاً في مواطن الضعف وتعرفاً لمكامن الخلل ومواقع الخصور في مختلف الجوانب، لأجل أن يتناول التجديد جميع الجوانب بالإصلاح وتتحقق الأهداف المنشودة منه في مجال السيرة الشريفة. إن عطاء السيرة النبوية العطرة خالد متجدد، وبلاغها الرسالي مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ففيها ما تحتاجه البشرية من رشد وهداية وصلاح في المعاش والمعاد، فهي ربانية مسددة بالوحي وعالمية تستوعب الأمم كلها والعصور المعاصرة لها واللاحقة بها جميعها، وعميقة في منهاجها الذي يشمل ميادين الحياة كلها، وشاملة لقضايا الفرد والأسرة والأمة والحضارة. وبناء عليه، فإن حاجة الإنسانية تشتد إلى سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام في هذه الظرفية التي يعيشها العالم أكثر من أي وقت مضى، لأنها سيرة شخصية عظيمة كاملة جامعة لكل صفات الكمال ومكارم الأخلاق ومحاسن الخصال. ونظراً إلى المكانة التي تحظى بها السيرة النبوية في الحياة الإنسانية، فإن تجديد قراءتها أصبح من أوجب الواجبات وأهم الضروريات في هذا الوقت الراهن، ذلك بأن المقصود بالتجديد هو العودة إلى الينابع الأولى وإعادة التقويم بها، وبذلك يتحقق الحفظ والاستمرار وديمومة العطاء للسيرة العطرة، ليصبح منهاج النبوة هو الإطار المرجعي والضابط المنهجي والمعيار للمراجعة المستمرة وإعادة تقويم الواقع قبل أن ينغلق على تقاليده التي يكرسها التوارث الاجتماعي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن التجديد روح تسري في جسم الأمة جميعاً، تؤذن بحراكه وتشهد حمته وتجمع طاقته وتحرض هواشس التغيير والسعي إلى التجديد في مناهج النظر والاجتهاد ومنتجاتها على مستوى الأمة. لقد جعل التجديد تكليفاً ولم يقتصر على أن يكون اختياراً أو إخباراً، والتجديد الذي هو النظر في الواقع وتقويمه من خلال المنهاج النبوي، والنظر إلى المنهاج النبوي وكيفيات التزامه والإفادة منه من خلال الواقع، والتوجه صوب قضايا الحياة والإنسان ومشكلاتها ومتغيراتها، والاجتهاد في ضوء الأحكام والرؤى الشرعية الجديدة لها، هو لازم من لوازم الخاتمية. حيث توقف التصويب من السماء، فلا بد من ممارسة عملية التصويب والتقويم للواقع في ضوء مرجعية قيم السماء وبيانها النبوي المتجلي في السيرة. ومن ثم فإن نهوض الأمة ومعاودة إخراجها واسترداد فعاليتها مرهون إلى حد بعيد باستقراء ظروف ميلادها الأول وشروطه التي تتجلى في الاهتداء بالسيرة العطرة. وبناء على ما تقدم، فإن القراءة الواعية للسيرة العطرة يجب أن تنطلق من هذه المنطلقات الآتية حتى تعطي ثماراً يانعة ونتائج هادفة. أولاً، اعتماد المنهج الأصولي الشمولي. إن تجديد عرض السيرة العطرة يقتضي الانتقال بها من المنهج السردي إلى المنهج التحليلي الاستقرائي الاستنباطي، يتتبع وقائعها ومفرداتها ويستنطق أحداثها في وحدة موضوعية واعية متناسقة البدايات والنهايات والمقدمات والنتائج، من أجل اكتشاف بصائرها وهداياتها وأبعادها المقاصدية وخصائصها الرسالية البلاغية للإنسانية وأسرارها الربانية ومعانيها السامية التي بعث من أجلها منقذ البشرية صلى الله عليه وسلم. وأي ذهول عن المنهج الشمولي وثوابته وأخلاقياته وانزلاق نحو تعاطي الفروعية التجزئية بمعزل عن المنهج المنضبط في الفهم والصياغة والتنزيل سيؤدي لا محالة للتورط في متاهات المنهجية الاستثمارية الآلية التنافرية التي تتعامل مع المعطيات المعرفية الجزئية الهائلة للسيرة دون أن تستفيد منها في حركة الإحياء والتجديد الاجتماعي والشهود الحضاري ومواجهة تحدياتها المتلاحقة. وعليه فإن امتلاك ناصية المنهج هو الطريق الصحيح للتعامل الأمثل مع معطيات السيرة، لأنه يساعد على استثمارها وتنزيلها تنزيلاً سليماً في الواقع. ثانياً، إحكام تحقيق المناط أو الربط بين نصوص السيرة والواقع المتجدد. إن امتلاك الإمكانية على قراءة السيرة النبوي العطرة في كل عصر بشكل يحقق القدرة على الإجابة عن مشكلات الواقع في كل زمان ومكان، أو بمعنى آخر امتلاك القدرة على تجريد السيرة النبوية من قيدي الزمان والمكان وتوليد رؤية من خلالها لمعالجة الواقع والإجابة عن أسئلته ومشكلاته. وإن أي قراءة بعيدة عن هذه الإجابة أو عاجزة عنها
أو لا تشكل رؤية إضافية هي تكريس للضياع وتعطيل لفاعلية السيرة النبوية في حياة الأمة. صحيح أن المسلمين نقلوا السيرة من جيل إلى جيل فحققوا أمانة النقل والحفظ، أما قراءة السيرة لكل جيل من خلال مشكلاته ومعاناته والإجابة عن أسئلته فقد لا يتوفر في المكتبة الإسلامية من ذلك إلا القليل. وإذا نظرنا إلى هذه المشكلة من هذه الزاوية أمكننا القول إن الكثير من كتب السيرة النبوية التي بين أيدينا إذا نزعنا عنها تاريخ الطبعة واسم المؤلف لا يمكن أن نعرف لأي عصر تنتسب أو أي مجتمع تخاطب وفي أي زمن صدرت ما لم ننظر في المؤلف وتاريخ الطبعة ومكان الصدور. وقد تكون المشكلة الحقيقية هنا كامنة في غياب المقاصد الحقيقية التي تمثل معاني الخلود عند دارس السيرة النبوية، الخلود الذي يعني تجردها عن قيود الزمان والمكان وقدرتها على الإجابة عن مشكلات الأمة في كل زمان ومكان، الأمر الذي جعلها على أحسن الأحوال تاريخا من التاريخ وليس مصدرا للتشريع والاهتداء. إن غياب هذا المنطلق أدى من جانب إلى الامتداد والاستمرار والتبحر في فقه الأحكام النظري، سواء في ذلك الفقه الذي يسير خلف المجتمع ويكتفي بالحكم على تصرفاته بالحلال والحرام بدل أن ينزل إلى الساحة فيصبغها بفعل الحلال ومنع الحرام، أو الفقه الذي خرج من الحاضر والمستقبل واستغرقه التنظير بعيدا عن معالجة المشكلة الحقيقية للأمة. كما أدى غياب هذا المنطلق أيضا إلى تراجع أو توقف الاجتهاد في الفقه التنزيلي، فتحول الفقه إلى تجريدات ذهنية بعيدة عن الواقع، وبدأ مجتمع المسلمين تشكل ويحل مشكلاته بالوافد من القوانين والخطط المطلوبة للحياة التي ابتعدت به عن الفقه التطبيقي، وأصبح الفقه لاحقا للمشكلات لا سابقا عليها كي ينير لها الطريق. فاعتقاد الخاتمية والخلود للسيرة العطرة يترتب عليه استمرار عملية التجديد في قراءتها واستلهام هداياتها وعدم الجمود والتوقف العقل عند قراءة السلف فقط. فخلود نصوصها كما هو مؤكد لا يعني خلود فهمها، وعصمة الدين لا يعني عصمة التدين، وثبات النص لا يعني جمود الفهم، وإنما يعني خلود المعيار والمقياس الذي تقاس به حالة المجتمع لمزيد من التقويم والتقدم ويعاير به الواقع لاكتشاف جوانب الخلل والتخلف لمعالجته. ثالثا، مراعاة فقه الواقع. إننا بفقه الواقع ومكوناته واستطاعاته وعلاقاته وتفاعلاته نستطيع بناء رؤية شمولية قادرة على قراءة السيرة العطرة بأبجدية صحيحة، قراءة تكون قادرة على تحديد مواطن الإصابة وتعرف أسبابها، ومن ثم تحديد الموقع الصحيح والتكليف الشرعي والحكم الملائم والمناسب للتعامل مع هذا الواقع في ضوء الاستطاعات المتوفرة والظروف المحيطة بعيدا عن الأمنيات التي تستدعي الكثير من المجازفات وتنتهي بهدر الطاقات، وبذلك تزداد الأمة تخلفا وتراجعا وعجزا عن توظيف إمكاناتها إن لم نقل تنميتها والارتقاء بها. إن القراءة الواعية لنصوص السيرة العطرة ووقائعها تنقلنا من عقلية التكديس والنقل والتقليد إلى ذهنية الإبداع والاجتهاد والتجديد والاتباع بإحسان، ومن الإبصار بالمقدمات إلى البصيرة بالمآلات والعواقب، ومن الاقتصار على تحقيق النص والتدليل على صحته والحديث عن عظمته وآثاره في إنجازه التاريخي والحضاري إلى التفكير بآليات وكيفيات عمل النص في واقع الحياة، ومن تقديس التراث والافتخار به إلى استنطاقه ليجيب عن أسئلة الحاضر ويبصر بالمستقبل، ومن السير خلف المجتمع والقبول بمجرد الحكم على تصرفاته إلى السير أمام المجتمع وقيادته وبيان سبل السلام والأمن لمسيرته، ومن النظرة الجزئية التجزئية الضيقة إلى الرؤية الشاملة الشمولية لمقاصد الدين وأهميته في بناء الحياة وإقامة العدل والعمران، ومن التوهم بأن أرقى درجات السمو والتضحية اقتصار على الموت في سبيل الله إلى التفكير المتوازن لبناء الحياة في سبيل الله وفق منهاج رسول الله. رابعا، التمييز بين التصرفات النبوية وأحوالها السياقية. إن السيرة النبوية العطرة مصدر التشريع بكل آفاقه وأبعاده، وليس التشريع الذي نقصده هنا الحكم التشريعي، وإنما الاقتداء في جميع مجالات الحياة وكيفية التعامل معها وتعاطيها، وأن ما عداها من التاريخ فيبقى مصدرا للعبرة والدرس، ذلك بأن المطلوب دائما هو الفقه والوعي والإحاطة واستيعاب الحالة عليها الناس، ومن ثم الموقع المناسب للاقتداء من مسيرة السيرة،
وإلا فسوف يحصل العبث في التنزيل للأحكام وصور الاقتداء. خامساً استحضار البعد المقاصدي. إن استحضار البعد المقاصدي في عملية التجديد هو المدخل الأساس العاصم من الانحراف في تجديد عرض السيرة النبوية العطرة وتنزيلها، ومن الوقوع في الخلل والزلل والاضطراب في فهمها وتطبيقها. ذلك بأن المنهج النبوي في التعامل مع الواقع قد استوعب ومر بالحالات كلها التي يمكن أن تعرض لها المجتمعات البشرية عامة والإسلامية خاصة، نهوضاً وسقوطاً وركوضاً وحركةً، وامتلك الحلول والإجابات الكاملة لأصول المشكلات الإنسانية والاجتماعية والحضارية. سادساً، تعظيم قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وصحة الاعتقاد فيه والإيمان به. إن صحة الاعتقاد في شأن النبوة يمكن الباحث في السيرة الطاهرة من فهم وقائعها وتفسير حوادثها على الوجه الصحيح، فيرى الكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم يصاحبه العون الإلهي والتسداد الرباني، ويقدر قيمة الوحي في مواقف المختلفة في مكة والمدينة المنورة وفي سائر الأحوال والسياقات المتعددة. كل ذلك لا يضعه المرء موضعه في الفهم والتفسير ما لم يكن صاحب اعتقاد جازم بصحة النبوة الشريفة ومحبة صادقة للجناب العظيم الشريف. ولذلك وجدنا المستشرقين الذين لا يعتقدون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتناولون السيرة العطرة من خلال منهجية تعد من أسوأ المناهج التي تناولت السيرة. سابعاً، الاستفادة من أصحاب التخصصات المختلفة في فهم نصوص السيرة الخالدة، وهذا منطق سديد وقاعدة مهمة ومنطلق أساس في التعامل مع السيرة الشريفة لتشكيل رؤية كلية شاملة بعيدة عن التموضع والتجزيء المخل. فالسيرة حياة، والحياة متعددة الأبعاد والزوايا والتخصصات، ومن ثم لا يمكن فهمها من زاوية واحدة أو بتخصص واحد. المبحث الثاني، أكتفي بسرد نقاطه فقط. الأبعاد المقاصدية للتجديد الدرسي السيري، وهي الوقوف في السيرة النبوية عند مواطن الاقتداء والاتساء، ثم إحياء الفقه السنني، ثم إبراز وجوه العمرانية والمعاني القيمية الكلية في السيرة العطرة، ثم التفاعل الإيجابي مع الواقع، ثم تنقية نصوص السيرة وبناء مشروع السيرة الكاملة، ثم الكشف عن الجوانب الائتمانية في السيرة العطرة، وفي الختام إن إعادة قراءة السيرة النبوية يحتاج إلى استحضار المقاصد الكبرى لرسالة الخاتمة ومراعاة السياقات الزمانية والمكانية للوقائع، واعتماد المنهج الاستقراء التحليل الأصولي والإلمام بفقه الواقع من أجل الربط بين نصوص السيرة والواقع المتجدد وتحريكها صوب المستجدات والنوازل والتحديات المعاصرة، والكشف عن صلاحية منهج النبوي لكل زمان ومكان. والحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام.